واللي طير ما مطل فيه السفر الأولي في رجع إليه كل ليل ما مطل فيه السفر لو نغار يطلع عليه وانت ايه ياللي بت عند القضا انت ايه مش كفاية عايزة ايه وانت ايه ياللي بت عند القضا انت ايه مش كفاية باقي إلا أنا حضني دافي في الدلائي غير هنا ما انت جربتي فراقي كم سنة ما انت جربتي فراقي كم سنة انت ايه انت ايه انت ايه ما بتتعبيش انت ايه ما بتتعبيش انا كنت بعتبرك بجد كتير عليا بس انكشف ان انا اللي كتير عليا وإن أنت أصغر من إنك تتسلى بيه ده أنا كنت نعمة كبيرة ضاعت من إيديك أنا كنت بعتبرك بجد كتير عليا بس انكشفت إن أنا اللي كتير عليك وإن أنت أصغر من إنك تتسلى بيا ده أنا كنت نعمة كبيرة ضاعت بين إيديك يلا بقى مش هيموت لا بالعكس ده أنت حي كل حاجة بيك ربط أنا صدقت
شكرا.